يا ريت يا ريت يا ريت يطل ويبان وخف من امي يطفى وافي العشق الخافي هجروا هجروا ما احلامي غابت علي البسمه وغابوا القوافي. السلام عليكم. محمد الزعر هو فنان مدينة وجدة، بالضبط مدينة النعيمة اللي كبرت فيها. عندي موهبة ديال الغناء من الصغر ديالي اللي حاولت أنني نطورها مع الوقت. في 2016 خرجت أول كوفر ديالي وكملت بلاي كوفر. أبري جات المسابقة ديال ماكس أرتيست اللي نظمتها ماكس تيم بروديكسيون. الموهبة ديالي كما قلت لك بدات من الصغر ديالي، كنت كنغني مع لزامي ديالي العائلة. الناس الاولين اللي شجعوني هما صحابي والعائلة ديالي، هما اللي كيعطيوك داك الدافع انك تكمل وتزيد للقدام. بالنسبة للمسابقة ديال ماكس تيم كانت تجربة واعرة بالنسبة ليا، كانوا دي كونديدا واعرين. الحمد لله ربحت وسنيت عقد مع شركة ماكس تيم وخدمنا أول عمل اللي هو العشق الخافي اللي شفتوه كاملين ونتمنى يعجبكم. بالنسبة للقصة ديال الكليب، يعني ضروري الشاب فاش يكون في المراهقة ديالو كيعيش واحد القصة اللي يقدر يجسدها من بعد في أغنية ولا في كليب. وهاد الشيء ماشي غير ديالي بوحدي، يعني يقدر بزاف ديال الناس صرا لهم نفس البلان. كاين بزاف ديال الشباب يعني في المرحلة ديال القراية في الليسي، يعني كيكون كيبغي شي وحدة اللي ماشي في نفس المستوى ديالو. هذا هو الموضوع اللي بغينا نجسدوه في الفيديو كليب، وكتجيه صعيبة أنه يبوح لها بداك الشيء اللي عنده. وهو نورمالمون كي طبقية ما خصهاش تكون، كيخص بنادم يصارح داك الإنسان حيت هو اللي غيكمل مع حياته. شرف لي انهم يشبهوني بالصوت ديال حاتم عمور اللي هو فنان كبير وانا شخصيا كيعجبني بزاف، وفريمون كان فرح. ما يقدر بعض الناس ما ماشي كلشي كيجيهم هذا البلان. صراحة كاين بزاف ديال الفنانين، يعني كاين فنانين كبار في المغرب تبارك الله، كاين سعيد المجرد، كاين حاتم عمور، وكاين فنانات كبار، يعني كلهم يعني نبغي نكون معاهم ان شاء الله مستقبلا. علاش بل في التصوير ديال الكليب، يعني ضروري كتواجه بزاف ديال الصعوبات اللي بالطموح وبالإرادة كتغلب عليهم. خدمنا مع ايكيب واعرة اللي كان شرف انني نتعامل معاهم، على رأسهم المخرجة نور الهودة بهطاط اللي هي مثال ديال المرأة المكافحة اللي فريمون تعذبت معانا بزاف وكنشكرها بزاف. بالنسبة للكلمات كانوا من كتابة يوسف ابراهيمي اللي هما كلمات راقية، وهذا الشيء بشهادة الناس اللي سمعوا كاملين والتعليقات ديال الجمهور. الألحان كانوا ديال يوسف إبراهيمي كذلك ووليد مقامي اللي كان هو ديريكتور ارتستيك ديال الكليب اللي فريمون كنشكرو بزاف. التوزيع كان ديال الفنان الغني عن التعريف حمد زايد اللي كان لي شرف كبير انني نتعامل معاه. ليكيب كاملة اللي خدموا على الكليب كنبغي نشكرهم بزاف، والناس اللي بانوا في الكليب، الناس اللي عاونونا كاملين، فريمون كنشكرهم بزاف وفرحت بزاف انه هذا العمل خرج ونال الاعجاب ديال الناس الحمد لله. بالنسبة للشباب اللي طالعين منهم انا، يعني كنقول لهم ما جامي يعني يبسه ولا برا، دائما اللي عنده شي هدف قدامه يدير وحده وان شاء الله غادي يوصل. بل المنطقة الشرقية يعني في الميدان الفني كنشوفوها شوية ناعسة الصراحة، وحنا كاملين خدامين يعني باش نوقفوا بهذه المنطقة وسيرتو مدينة وجدة. وحنا كفنانة يعني كنخدموا واخا بدي موايان اللي هما قلال باش نوقفوا بمدينة وجدة وبالجهة الشرقية. وسواء في الغناء او الرقص يعني كاين مواهب كثيرة، يعني نتمناو من الجمهور انه يشجع المواهب،
الناس اللي مسؤولين انهم يدعموا فريمون المواهب، لحقاش كاين مواهب تستاهل ديال بصح. كنتمنى انه يعني الفنانين اللي معروفين او الفنانين الكبار اللي كينتسبوا للجهه الشرقيه انهم يجيو لمدينتهم ويسجلوا يعني اغاني ويصوروا فيديو كليبات في المنطقه باش نطلعوا بهاد المدينه ان شاء الله، ويكونوا مواهب كثيره في الساحه ان شاء الله. ديالي الجمهور، كنبغي نشكركم بزاف، الناس اللي كيبغيوني واللي شجعوني من الاول، والله فريمون كنفرح بزاف بالتعليقات ديالكم، سيرتو في الكليب الاخير تعليقات رائعه، يعني والله ما كننعسش كنبقى نقرا في لي كومونتير، وفريمون كنفرح بزاف. كنبغي نقول لكم شكرا بزاف، وكنوعدكم باعمال جايه تكون في المستوى ان شاء الله. وكنبغي نشكر شمس بوست على الالتفاته الرائعه ديالها اللي فريمون فرحتني، فرحت ليكيب كامله انها كتدعم المواهب، وسيرتو انها يعني جات باش نوصلوا اكثر للناس الفيديو كليب جديد.